في زون ميكس متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. موجود معنا بالتليفون حاليا نحكيو على الرياضات الإلكترونية. موجود معنا رئيس المكتب الجامعي المنحل حديثا من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة سيد أحمد شيخ روح. مرحبا سيد أحمد. مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. مرحبا بمستمعي إكسبريس إف إم. باهي سيد أحمد، ندخل ديريكت في صلب الموضوع. نعرفوا عندك التزامات أخرى، نحبوا نعرفوا كيفاش تقابلتوا. أكيد تقابلتوا ما كنتوش موافقين على الديسيزيون هذا اللي خدته الوزارة، علاش ما تقبلتوش القرار هذا؟ احنا تفاجأنا على خاطر الوزارة بعثت لنا تفقدية بتاريخ 15 أبريل توفى المهام نتاعها بعد طلب التمديد 24 أبريل، وجاء قرار الحل في 17 أبريل، يعني التفقدية ما زالت حتى ما بداتش خدمتها. وتفاجأنا خاطر القرار هذا حتى في الحيثيات نتاعو يستند لمبدأ سوء التسيير اللي هو ما هوش ثابت بتاتا، والمبدأ انه اللي سمعت انا السيد الوزير ونحترموه خاطر مثل الدولة التونسية ونحترموا الهيكل التونسية والانستيتيوشن، قال انه ما قمناش بانتخابات في غضون عام كما ينص عليه القانون. علاش انا هو القانون يلزم انه نقوموا بانتخابات في اجل عام، باعتبار انه زاد بدينا النشاط نتاعنا في 11 مارس 2019 يعني وقت خلينا باتيندا، ويعرفوا السيد الوزير جيدا، ونعرفوا زاد اللي ثم برشا هيئات تأسيسية من الهيئات التأسيسية نتاع المينيفوت قعدت عامين مش عملت انتخابات. دونك ما فهمتش التسرع، واذا كان غلطنا وثم حسن النيه واحنا نفترضوا ديما حسن النيه حال كان يتصل بيا سيد الوزير ويقول لي راهو عندكم مجال باش تعملوا انتخابات. مع العلم اللي احنا راسلنا الوزاره بتاريخ 6 جانفي قلنا لهم رانا باش نعملوا انتخابات وقاعدين نحضروا ليها، ومن بعد وخرنا في مراسله واحده اخرى في 9 مارس وخرنا الانتخابات حفاظا على سلامه وارواح منظورين على خاطر وقت بدات الجائحه وبدا باش يعلن الكونفينمون هو فعلا دخل حيز التنفيذ في 17 مارس. عام سيد احمد ما كانش كافي باش ننظموا انتخابات باش نتفاداو المشاكل اللي حصلت هذه الكل. والله نشكرك على الملاحظه، على خاطر احنا عام باش ننشطوا باش نعملوا انتخابات يلزمنا ديجا ننشطوا، وباش ننشطوا يلزمنا تمويلات. السيد الوزير يعرف اللي اول تمويل وصلنا بتاريخ 17 ابريل 2019 يعني يوم بيوم تاريخ حل هذا الدعم يعني اللي حكي عليه هو ب 100 مليون. اول نشاط صب لنا 50,000 دينار التيتر انا كله 70,000 دينار، مع 70,000 دينار. والسيد الوزير ولده سيتان جايمار دونك يعرف هذا ما عادش سر توا، 70,000 دينار باش تخلص بهم شهري، تخلص بهم الكراوات، وباش تخلص بهم دي بي سي دي جيمنج باش تنجم تاثر المنتسبين نتاعك باش تعمل بهم 100,000 دينار. معناها وهذا على مدى عام راهو تصبنا. انا حاليا شخصيا حطيت حتى من جيبي فوق 15,000 دينار حتى باش نمشيو لسيول وهزينا النخبه وجينا الاولانيين عربيا و12 افريقيا، معناها مكتبه مشرفه جدا، وهذا مولونا في هذا الكل 15,000 دينار، وهي الباقه الكل تكلفت 30,000 دينار، يعني حطيت من جيبي قدهم وهذا موثق في الرابور دي كوميرساريا وكون، والتفقديه اللي باش يبعثوا هذا يتفضوا تو يشوفوا معناها الامور هذه. دونك احنا مندهشين من هالتسرع ونسالوا شنو هي الغايه اللي وراه، انا عندي فكره عليها لكن نحترموا مؤسسات الدوله. ما ينجم تنجم تقول لنا شنو هي الغايه اللي وراه؟ والله الغايه اللي وراه بدات هي ثابته ديجا من الاعلان نتاع جامعه كره القدم من 29 مارس، الاعلان اللي يقول باش توقف الدربي وباش ينتقلوا باش يعملوا دي تورنوا اون لين عن بعد في الرياضات الالكترونيه الكل، يعني خلافا اللي سمعته من السي جري اللي نحترمه رغم اللي ما الشرف باش نتعرفوا اللي ماهيش في الفيفا برك، معناها قال مقابل تقرر احداث مسابقات عن بعد في الالعاب الالكترونيه اون لين خارج اوقات الدراسه، يعني في كل شيء، يعني هذا يتعدي صرخ على اختصاصنا. راسلنا احنا الوزاره من غدوة لو 30 مارس يا اخي ما رانا الا انه رد الوزاره تبعث لنا تفقديه، يعني كان سياسه تكميم الافواه نتاع اسكت، ونعرفوا العلاقه اللي موجوده معناها بين الوزير وسيجري وما يتخبيش بها، هذه امور شخصيتهم، انها ال ديبور دي كومبيتونس نتاع دي فيديراسيون، كل واحد عنده اختصاصه، وني ثم اشكال، ونعرفوا الوزاره اتصلت حتى بمنظورين عن علم هذا، طلبت منهم انهم يشاركوا في التورنوا باش يصير 30 ابريل، ماذا بكم تتبعوه، الكاش برايس نتاعو معناها الجائزه الاولى 75,000 دينار، يعني 75% من البيدجي نتاع عام كامل نتاع الفيدراسيون نتاع اي سبورت. اذا كان الوزاره هي اللي قاعده تمول في هذايا ماذا بينا علاش تقول لنا ما عطاتناش لنا احنا الفلوس باش نمولوا، ساشون احنا طلبنا 420,000 دينار اعتمادات، عطاتنا منهم 150،
دونك 75 مليون اذا كان الوزاره منين جابت نتاعها بارك الله فيها وعلاش ما تعطيش لينا احنا، واذا كان مش الوزاره واحنا عندنا فكره منين جايين ماذا بينا دائره الزكاه. ميساج قلنا منين جايين سيدي احنا في اعتقادنا انهم جايين من جامعه كره القدم. وخاطر علاش على هذا ماهوش معنا تسلط على الجامعه، خاطر هي عملت اعلان هي باش تعمل دورات وعندنا فيديو ثابت ومثبتينه حتى القيان معنا المحامين ولد الوزير علي قعلولي هزيته او باساج عام 2016 ولا 2017 على حسابي انا باش يشارك في الدورات في الخارج وقت اللي كانت اسوسياسيون مازالت الفيدراسيون ما صارتش فيها فيديو يقول ساندو وديع جري والجامعه التونسيه للفوت اذا كان تحبوا تخلصوا، وني خلط كبير معناه يحبوا يخلصوا خاطر هو سي ان جوار بروفيسيونيل بارمي لي رار اللي عندنا بروفيسيونيل في تونس ولا ان تري بون نيفو وينشط في تركيا، دونك اقرانه يحبوا زاد يكونوا عندهم سلاف، قال لهم راهو الفيدراسيون الفوت عندها برشا فلوس ساندوها توا هي تعطيكم فلوس يعني فيه مهبطين توا المكتب الجامعي الجديد هذا التورنوا دونك 75000 دينار قلت لك معناها هذه الجائزه برك يعني خلي لي فري دورغانيزاسيون يقول قايل علاش علاش هذا الكل، علاش الجامعه فضلت تتعامل الوزاره تتعامل مع جامعه كره القدم مثلا علي عباس المحامي في تدوين لي على فيسبوك لما حل شبهات فساد تتبناوا انتم موقف هذا ولا لا؟ والله احنا نحترم القضاء ونحترم التحقيق اللي ينجم يكون اونكور، احنا بالنسبه لنا ثم ملابسات وثم مصادفات عجيبه تاع انه ولد الوزير جايمر راني قلت لك بصفه شخصيه نعرف ويعرف السيد الوزير معناها من الناحيه هذه دونك بتاتر نقلقوا وجودي يقلقوا على خاطر نعرف برشا حوايج دونك يلفو يكارتي ويحب يخرج معناها على ديزون التصلب اللي دار ساشون كو احنا ديجا باش نجمنا نعملوا لي 12 اسوسياسيون الا ما وفدنا ناخذ سبونسورينغ غراس على باتونت خاطر لازم تصرف باش نونكادريهم وفورمينا حكام في هذا الاطار وكاونا دي اسوسياسيون والسيد الوزير في باله وحنا طلبنا حتى من الوزاره باش تعاوننا لكن الوزاره هي وفات اكبر عائق علاش؟ على خاطر خلقت حاجه اسمها المنشاه الرياضيه واتصلنا حتى بالوزاره في شخص محمد علي النفسي وما صارتش معناها ريتور اللي نجم يعاون حتى في الجهات الداخليه لي اسوسياسيون اللي يحبوا ينضمونا باش ينضمونا خاطر احنا ناثروا لي اسوسياسيون ما ناثروش اشخاص طبيعيين وهذا الخلط الكبير كيف يحكي السيد على 300000 و700000 جوار هذوكم يلزمهم يجيو عن طريق لي اسوسياسيون اللي احنا ناثروهم هذا هو قانون الهيكل شي يفرض علينا القانون التونسي ما نجموش نتعداو قوت قلت لي تعرف حاجات على الوزير شنو هما الحاجات اللي تعرفهم قلقوهم على الوزير؟ لا يعرف شنو ما كيفاش اون بروسيد مش انا نعرف هو يعرفني انا كيفاش اون بروسيد اون طونك رئيس جامعه اون طونك شخص معناها ناشط ديجا في حقل الرياضات الالكترونيه وفي الجيمنج معناها في البيزنس خاطر انا عندي بيزنس نتاعي ابار سا انا لا عندي لا شهريه ولا ديزافونتاج راهو في المساله هذه نخدموا خدمه البلاد وهذا يعرف معناها البينيفول كما اعضاء المكتب الجامعي الكل كما اعضاء المكاتب الجامعيه الاخرى. دونك من الناحيه هذه كيف نشوفوا التركيبه نتاع المكتب الجامعي الجديد هما سيدي جيمار معناها ما عندهم حتى درايه في الامور الاداريه ولا كيفاش تخيط يا اخي كل واحد شوماخر معناها نجم يشد شركه فيراري إيه انت تو اي ان بون جوار تقعد جوار توا قال نصف سمعته وانا السيد الوزير دخل على الراديو وقال شوفوا فيسبوك انت وزير الشباب والرياضه مش وزير فيسبوك خيطه رياجيسي بارابور على فيسبوك عندك قوانين لازم نحترموها دونك لو فات انه يمشي للحل حل المكتب الجامعي واللي يسميها هيئه تاسيسيه كما يحب يسميها لكن هو مكتب جامعي قائم الذات برغم الانجازات اللي عملناها اثرنا معناها ليزاسوسياسيون والمعلوماتكم شفتوا سيرمون في الدول في فيفري 2020 توا ثم شكون خذا بطاقه تعريف مكتوب فيها المهنه نتاعو لاعب رياضات الكترونيه يعني باش توصل وزاره الداخليه اللي هي من اصعب الوزارات واكثرها تدقيق باش تعطي مهنه هناك يعني الفيدراسيون اللي وراها وبيان سور صوت الاشراف خدمه صحيحه معناها امورنا مسكره وواضحه ودقيقه. واضح. تعطيك مهنه بالشيء هذايا على بطاقه تعريف تونسيه وراهي انجاز عربي اول مره.
واضح، هذيك الساعه بعتنا جزاونا بحل المكتب الجامعي. ان شاء الله يتفضل اشكال. شكرا لك السيد احمد الشيخ روح رئيس الجامعه التونسيه المكتب الجامعي المنحل للرياضات الالكترونيه. نمشيو للموسيقى بعد راجعين في اخر تصريح اليوم. باش يكون معنا بالتليفون السيد محمد او السيد محمد خليل كريديس الناطق الرسمي للملعب الكابسي، يحكي على قضيه ايزاكا.